السعيد العطار رئيس جمعيه بلطال للتنميه المستدامه الحجم. اليوم يعني انها لحظه تاريخيه في اقليم الحجم ويمكن على الصعيد الوطني، لانه كي يوضح بالجلي والملموس يعني ذاك الذكاء، الذكاء المجال من خلال يعني احداث واحد المشروع اللي هو مشروع ديال النقل المدرسي الايكولوجي، يعني ايكولوجيا لانه يعني ما كاينش زيرو ثاني اكسيد الكربون، ايكولوجي ومستدام لانه مشروع يعني توجه لواحد السكينه، لهاد السكينه غادي تحاول انها تمتلك هذا المشروع، ويعني انه ما غاديش يكون هناك اول حاجه مجموعه نتاع الامكانيات الماديه اللي غادي تعطى. كنقول هذا ذكاء من خير ديال جمعيه بلاطان، جمعيه ديال لوميا دي سي اي دايور، باش يمكن انها تساهم يعني في محاربه الهدر المدرسي يعني في الوسط القروي، وتشجيع الفتاه القرويه على التدرس. في هذا الإطار هذا لابد أن نوقف واحد الوقفة نتاع الشكر للرئيس المجلس الترابي ديال إقدار، يعني اللي دائما يعني في الحقيقة الجمعية كتلقاه ودائما يعني أنه كيكون مبادر مع الجمعية، وهذا يعني هذه الثمرة هذه أبت الجميع إلا أن تكون يعني الجماعة يعني متواجدة بواحد الشكل اللي هو قوي، باش يمكن يكونوا هناك مجموعة تاع المشاريع موازية لهذا المشروع هذا في الجامعات الترابية بإقليم الحاج ماشي غير بإقدار. وكنتمنى أن هذا المشروع هذا أنه يعطي واحد الدفعة اللي هي جديدة يعني على الصعيد الوطني لهذا النوع من 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 النقل المدرسي الإيكولوجي. وهذا النقل المدرسي دونك خاص يتوفر شروط، والشروط الشرط الاساسي ديال النجاح ديال هذا المشروع هو تواجد جمعيه جاده، جمعيه اللي عندها اولا كتسير واحد عدد كبير ديال الحافلات النقل المدرسي يعني من بين الحاجب وما بين يعني جميع الدواوير ديال إقدار، وغادي تسير هاد النقل المدرسي الايكولوجي. وفي الحقيقه غادي يكون يعني كنظنوا ان من خلالكم ومن خلال جميع وسائل التواصل الاعلامي انها تهز هاد يعني هاد الهم ديال الاوساط القرويه اللي هي بعيده على الامكانيات باش يمكن لهم انهم يتنقلوا، باش تكون هذيك واسطه من الوسائط. كنشكروا الاخوان في انوار بريس في الحقيقه اللي كيتواجدوا معنا، اللي كيعطيو واحد الصوره اخرى على اقليم الحاجب. هذه الصوره هي لانه هناك طاقات، هناك افكار، هناك جماعات ترابيه التي تسير هذه التنميه، وهناك واحد الذكاء للمجال اللي كيحاول انه يساهم من اجل تطوير الاقليم على جميع الاصعده. وكنشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في البدايه اود ان اشكر جميع الحضور الكريم بما فيه جمعية بلاطان ومع جمعية بيا، جمعية الفتح، وكذلك الجماعة والساكنة، جماعة ترابية إقدار والساكنة ديالها. هذا مشروع اللي هو وليد اليوم، وعلى ما أظن وأنا أكيد مما أقول بأنه هذا مشروع أولي في الإقليم ديال الحجب وربما على الصعيد الوطني، وهذا تيجعلنا نتشرفوا بهذا القيمة اللي تعطات لإقليم ديالنا وخاصة الجماعة الترابية إقدار، لأن المشروع هو أولي من نوعه اللي غادي يبدا إن شاء الله في هذه الأيام المقبلة. وأتمنى قبل ما نزيد شي حاجة باش ينجح إن شاء الله هذا المشروع ويجيو مشاريع بحاله أو اللي أحسن منه في المستقبل إن شاء الله. مرة أخرى تنشكر ديك الجمعية ديال 100 وتنطلب منهم المزيد.
وحنا مستعدين باش نتعاون معهم بالشيء اللي عطى الله. وعلى كل حال الاخوان قالوا ما فيه الكفايه قبل مني بالنسبه للتامين ديال هذا النقل الايكولوجي، تامين مع العلف ديال البهيمه اللي غادي تقوم بجر هذه القافله هذه، راه تكلفات به جمعيه بلاطان في هذا العام الاول، ولكن من بعد ان شاء الله راه جمعيه الفتح هي اللي غادي تدبر الامور ديالها بنفسها. وحنا مستعدين طبيعة الحال باش نتعاونوا بكل ما في وسعنا. السلام عليكم. Khalid Jbadi, je suis le vice-président de l'association Lemia, une association Lemia d'ici et ailleurs, à laquelle j'étais anciennement président et membre fondateur de cette même association. Nous sommes dans la région parisienne, à Mantes-la-Jolie, et aujourd'hui nous sommes là pour, en votre présence, présence de monsieur le président de la circonscription rurale de cette communauté, et monsieur le président de l'association Platane Saïd Laïta, ainsi que le président de l'association Del Feth, deux associations avec lesquelles nous avons travaillé sur ce projet et que nous voyons aujourd'hui aboutir à ce transport écologique scolaire qui est une première au Maroc, puisque actuellement c'est le seul transport scolaire entièrement écologique et sans aucun déchet ni pollution. Voilà, donc nous sommes très ravis de voir ce projet se conclure malgré le Covid qui nous a fait prendre beaucoup de retard, malgré les problèmes techniques auxquels nous avons eu, mais nous avons enfin trouvé cette opportunité pour que à laquelle les habitants, à travers l'association Le Feth, ont été partie preneur, puisque c'est eux qui vont gérer en fait tout le transport et la logistique qui va concerner 16 élèves qui verront leur trajet se raccourcir et seront beaucoup moins fatigués. Nous sommes très ravis de voir ce projet. Nous espérons qu'il y en aura d'autres par la suite. Et je remercie infiniment Monsieur le Président de la communauté rurale et Messieurs les Présidents de l'association Platane et de Le Feth. Voilà. Merci. Et en tout cas, je voudrais adresser mes derniers remerciements à tous les membres de l'association Lemia qui m'ont aidé à faire aboutir ce projet et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci à vous tous. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بالتشكر ديالي الحارة لجميع الحاضرين هنا، على رأسهم رئيس الجماعة الترابية لإقدار والسيد سمس خالد رئيس جمعية ميا، والسي سعيد العيطة عن جمعية بلاطان، والإخوان اللي ما ذكرتش الأسماء ديالهم فيسمحوا لي. إذن هذه بادرة طيبة ونتمنى أنها تعمم على الصعيد الوطني، ولينا الشرف، لينا الشرف أن نكون الجمعية الوحيدة أو الأولى اللي على الصعيد الوطني كتستفد من هذا المشروع، هذا اللي هو مشروع كما يسمى النقل المدرسي الايكولوجي، يعني فهو صديق للبيئه، وحنا الجمعيه فهي جمعيه الفتح للبيئه والتنميه، اذا حنا راه شركاء واصدقاء مع هذا المشروع هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي كنتمنى صادقا انه يتعمم على المناطق الاخرى في قدار والجامعات الاخرى الترابيه الاقليم الحجب ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولما لا على الصعيد الوطني ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذا مرة أخرى أشكر الإخوة اللي ساهموا في هذا المشروع، هذا اللي سهنا هو تقريبا عرف المخاض ديالو، ولكن اليوم هذا النهار هذا مبارك مسعود اللي عرف الولادة ديالو وعرفها من هذه المنطقة بالضبط إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا كيفاش غيتم التمويل ديالو؟ لأن بالنسبة للسائق تيبقى سائق، وبالنسبة للبيمة اللي غادي تجرو راه خصها العلف ديالها، هذا المسافة هذا شكون غادي يقوم بالتغطية ديالو؟ فاللي صعيب الاخ هو ان المشروع يخرج للحيز الوجود، يلفو يخرج للحيز الوجود ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين بعض الاشياء اللي غادي تجي لي وحدها، لي شوز البون فونيغ تو سول ان شاء الله الرحمن الرحيم، بالشراكات مع العائلات ديال المستفيدين، بالشراكات ان شاء الله مع الجمعيات اللي هنا حاضره وعطات الانطلاقه، وبالجمعيه الفتح البيئه والتنميه ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي ندبروا الامور وحده وحده ان شاء الله، واكيد اننا غنوصلوا بحول الله. يعني غادي يكون بالمجان؟ صعيب علينا نجاوبك دابا، ولكن شبه مجان. غتكون مساهمة رمزية إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش ما تكون باش ما نكونوش على العائلات ديال التلاميذ إن شاء الله الرحمن الرحيم. النقل تنتكلموا على التأمين، شنو درتوا في التأمين ديال الوليدات؟ يا أكيد راه مأمنين التلاميذ إن شاء الله اللي غادي يمشيو، العدد المقاعد اللي كاينين فهي مؤمنة ولا خوف على التلاميذ إن شاء الله الرحمن الرحيم. التغطية لكن ممكن ديال المصاريف ديال التأمين. فالجمعية الفتح البيئة والتنمية إن شاء الله الرحمن الرحيم هي اللي غادي تغطي المصارف ديال التأمين بحول الله. شكراً.